السلام عليكم ورحمة الله. لسه ما بلشناش. طيب، السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. طيب ممتاز، أي سؤال قبل ما نتابع إن شاء الله؟ طيب، ضللنا كم وين كانت العناوين شكلها كثيرة بس الأفكار مش كثيرة. كنا حكينا عن التشين بوليمرايزيشن والأيونيك بوليمرايزيشن اللي هو شبيه بالتشين إلى حد كبير، من باب إنه It is a stepwise, مش stepwise, it's an addition polymerization process. في شيء بيسموه controlled radical polymerization. الاسم الحديث له living radical polymerization. فشو الموضوع هذا؟ عن ايش بتحدث؟ اوكي، هذا عم بيسجل. Controlled radical polymerization. طيب، first discovered for the polymerization of low molecular weight methacrylates, it can be applied to styrenex acrylates, methacrylates, and a variety of other vinyl monomers. شو هو يعني شو المقصود بيه؟ Major advantage over anionic polymerization اللي هو تاع living radical, عفوا living radical polymerization. إذا تتذكر عرفنا كلمة living إنه ما في termination step، أوكي، وبالتالي بصير مجرد ما أعطيته more monomer برجع التفاعل ب continuous. طيب، a major advantage over anionic polymerization is the relative insensitivity to functional groups. الأشياء اللي functional groups مرات بيكون في مع المونومر functional groups زي OH مثلا أو C double bond O and so forth. النظام هذا تاع الكنترولد راديكال بوليمرايزيشن انه اتس از انسنسيتيف ريليتيفلي طبعا بالنسبه للايونيك بوليمرايزيشن لايك اول ليفينج بوليمرايزيشن ات واز امبورتنت تو هذول الخطوتين مهمات استابليش رابيد انيشيشن وذ سلوور اوفر اول ريت اوف بوليمرايزيشن. تذكروا احنا عندنا ثلاث خطوات: initiation, propagation, termination. هلا الانيشيشن بدنا اياه يكون your internet connection is unstable. الجامعه شو دخلني فيهم؟ طيب، انه يكون عندي rapid initiation. هلا بصير هاي الخطوه rapid، واذا كان propagation والtermination برضه rapid بصير الاوفرول rate of polymerization عالي، يعني سريع. هلا اذا كان البوليمرايزيشن رياكشن سريع جدا عندنا مشاكل بتصير، الكنترول عليه بصير صعب، ممكن يعمل لنا اوفر هيتنج وبالتالي يصير عندنا فاير اور اكسبلوجن. فبالتالي يو نيد تو مينتين سلوور اوفر اول ريت اوف بوليمرايزيشن، وفي نفس الوقت يكون عندي رابيد انيشيشن، ما بدي استنى مده طويله لحتى التفاعل تاع البلمرة يبدأ. طيب، الفكرة الثانية ذات جماعة البوليمرايزيشن بدهم to inhibit any termination or transfer reactions.
هذا لمين انهبت؟ مش كل البوليمرايزيشن، هذا الليفينج بوليمرايزيشن اللي انا ما بدي، يعني بدي يضله حي، بمعنى مش ديد، مش ديد بوليمر. ليفينج بوليمر يقابلها ديد بوليمر. ديد بوليمر اللي هو تسكر على التشين والتشين صارت غير قابله للتفاعل مره ثانيه، فبالتالي بتصير ديد. الليفينج بوليمر التشين شبه مسكر عليها، اعطيها المواد بترد تعيد التفاعل تاعها بينشط، وبالتالي you can increase the molecular weight of a living polymer but you cannot increase the molecular weight of a dead polymer. You need to also inhibit what we call termination or the transfer reaction. Now this is very complicated in radical polymerization. So a radical trap is used in combination with high temperatures عشان نعمل الانهيبيشن والرابيد انيشيشن والانهيبيشن للترمينيشن. The molecules used have much in common with inhibitors that are used to stabilize monomers and prevent premature polymerization. إذا تتذكروا حكينا عن هاي النقطة، أحيانا نضيف مواد على المونومر أثناء التخزين عشان ما يروح يتبلمر ويخرب، يخرب معنى انه خلص يتصلب وهو بعده في البرميل لسه ما استعملناه. طيب. Three basic classes of living radical polymerization have been developed in laboratories around the world in the 1990s. بديش احكي عنهم كثير، بدي احكي بس عن اسمائهم وشيء بسيط جدا عن بعض التفاصيل. الكلاس الاولاني اللي هو Nitroxide mediated polymerization بيختصروها ب NMP. Atom transfer radical polymerization بيختصروها ب ATRP. These are classes of living radical polymerization. وآخر class اللي هو reversible addition fragmentation chain transfer RAFT. يعني أنا بعذركم مثل ما بعذر اللي بتعاملوش كتير في البوليمرز، هاي الأسماء أو هاي الاختصارات يعني بعد ما نمر عليها بدقيقتين ثلاثة بجوز ننساها، بس اتذكر وين موجودة على أساس ترجع و يعني تطلع على what do they stand for. هلا ال NMP اللي هي Nitroxide Mediated Polymerization، those that use what we call nitroxide based materials مثل التيمبو، واللي هي تيمبو تي ام بي او اختصار ل 2266 تترام مثل بيبريدينيل اوكسي مش عارف شو هو الاسماء الطويله، عشان هيك بيستخدموا الاختصارات لها. اوكي. النوع الثاني اللي سميناه الاي تي ار بي اتوم ترانسفير راديكال بوليمرايزيشن، ذي يوز وات وي كول كابر كومبلكس كنترول ايجنتس. اوكي. اكزامبلز اوف ذا كنترول راديكال بوليمرايزيشن اوف ستايرين NMP and methacrylates مثل methacrylate ATRP are given بالفيجر التالي. أنا هاي الأمور بعادة بقفز عنها بس to show that these things exist. Okay. والreversible برضو هاي الفكرة فيها they involve the using of compounds such as dithioesters or thiocarbamates. هلا بس على السريع من باب ال لما تشوف كلمة ثايو، أوكي ثايو، عرفوا إنه في سلفر في التركيبة. أوكي. Each requires at some stage the introduction of a radical initiator to start the reaction that is quickly stabilized by the presence of these key additives. All of them are known as radical inhibitors. يعني زي بقول بيعملوا كنترول على سرعة التفاعل. نعم هاي الثايو. اوكي الرافت ايجنت، هاي السلفر، هاي السلفر لازم يكون في سلفر فيهم. طيب ان ذا كيس اوف ذا تيمبو بدنا نقفز عن هاي الشغلات، نترك في اشياء بدنا نوضح عنها. These living radical processes they permit the formation of new block and graft polymers using simple monomers in a versatile manner. تذكروا احنا هذا البوليمر تشكل عندي وتوقف التفاعل، توقف لانه احنا وقفناه عمدا من غير ما يصير في تيرمينيشن. هلا بروح بجيب مونومر ثاني
بجيب مونومر ثاني وبش بيكون؟ شو صار عندي؟ أحمر أزرق شو يعني؟ كوبوليمر. كوبوليمر ومن نوع تحديدا اللي هو بلوك كوبوليمر. هلا ممكن كمان إشي ثاني يصير عندنا طبعا بفعل فاعل مش شيء لحاله. طبعاً أخبار هاي أخبار. أوكي. يعني في مكان ما أوكي يصير في عندنا grafting تفريعة من نوع ثاني من 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 مير آخر. أوكي. You create a free radical هون وبعدها تيجي المير الثاني أو المونومر الآخر يصير عندنا grafting. فبالتالي بصير عندي what we call block copolymers أو graft polymer أو copolymer using simple monomers in a versatile manner. هون بيجي عاد الجماعة اللي بيشتغلوا بالبوليمر synthesis وباختراع polymers جديدة بصفات جديدة دخلنا في بحر من possibilities. Insertion polymerization, the term coordination complex polymerization was used for some time to incorporate many systems that could give some control over the stereochemistry of the product. الفكرة هون في controlling the stereochemistry of the product. كيف يعني stereochemistry of the product؟ إذا بتتذكروا لما كنا نتحدث عن الأتاكتيك وسينديوتاكتيك وأيزوتاكتيك stereochemistry مثلاً لو قلنا هاي مثلاً البوليمر تشين وكان عليها مثلاً فينيل جروب. أوكي. وتخيل جنبها كمان في فينيل جروب. بدي أحطها بشكل دويرة. بس عشان بس سرعة الرسم. هلا إذا كانوا الفينيل جروبس كلهم من جهة واحدة. غير إذا كانوا مرة من فوق مثلاً مرة من تحت. مرة من فوق مرة من تحت غير إذا كان عشوائي هاي هيك 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 حط الدوير بعدين ماشي هذا بنسميه إتاكتيك هذا سينديوتاكتيك هذا إيزوتاكتيك هاي بنسميه لها علاقة بما يسمى الستيروكيمستري of the polymers هلا Insertion polymerization is a more general description of polymerizations that include a hindered propagation site. Hindered يعني في إعاقة يعني أنا بخليهوش يكبر في سايت معين ما بخليه يكبر من عنده يكبر على الجهة الثانية على جهة على سايت ثاني. Okay. وهون ندخل بالinsertion polymerization بيستخدموا فيها catalyst. بيستخدموا فيها catalyst. من أشهر أنواع الكاتاليس المستخدمة في البوليمرايزيشن اللي بتتحكم فيها بالستيريو سبيسيفيك بوليمرز ستيريو سبيسيفيك أنه أنا مثلاً بدي أنتج مثلاً سينديوتاكتيك بوليمر أو أيزوتاكتيك بوليمر ما بدي إيتاكتيك بدي يكون في نظام بالبوليمر طبعاً الصفات بتتغير لما يكون في نظام الصفات عندي حتتغير من أشهر أنواع الكاتاليست what we call Ziegler catalyst. Ziegler اسم عالم من العلماء اللي كانوا قبل حوالي 45 أو 65 سنة. Ziegler في نفس الفترة اللي كان في واحد تاني اسمه نتا برضو عالم آخر. بال 55 هذا نتا demonstrated that stereospecific polymers could be produced with synthetic catalysts. The systems employed were primarily alpha olefins. They are بيجوا من مصافي النفط, polymerized by Ziegler catalyst discovered by واحد اسمه Ziegler. وبالتالي بين the process اللي نتا كعالم وZiegler كعالم آخر عمل development على الكاتاليست هذا استخدم الكاتاليست تاعون Ziegler وصار ينتج isotactic, synthetic, cis, trans polymers. على كل واحد من هذول لأنه في له نظام معين وبالتالي صفات معينة بتصير تتبع لهم. Many systems other than free radical or ionic initiators have been investigated for the production of polymers. Several have assumed commercial importance because they lead to structures that cannot be achieved easily by the free radical polymerization or ionic routes اللي هم بيكونوا مش منظمين. البرودكت ما فيهوش نظام بقدر ما هذول لهم نظام.
Ziegler type catalyst originally involved the formation of a complex precipitate from the triethyl aluminum and titanium tetrachloride. الفكرة إنه هذول عبارة عن catalyst. Okay. بيعمل لي مع solvent زي الهكسين بعطيني complex. هذا complex بنفعل يعني بصير يتدخل في تصنيع المواد زي مثلا الإيثيلين bubbled into the suspension at room temperature polymerizes very rapidly to give a high molecular weight linear polyethylene. ذكروا في عندي linear وفي عندي كمان branched. شو ميزة linear عن branched؟ أول صفة تخطر في بالك high molecular weight بيتبعها إنه كمان high density. Okay. linear بيجي كمان high density وبالتالي the linearity leads to higher crystallinity وبالتالي than branch polymers وبالتالي الصفات تاعت the product بتختلف عنا. فالفكرة إنه استخدام Ziegler catalyst okay, في الإنتاج with propylene an isotactic polymer can be produced okay. وهذا هذا الميكانيزم تاعه بس أنا ما بدي أخوض بالميكانيزم بس بدي أفرجيكم كيف إنه الكاتاليست دخل على الخط صار عندي تركيبة معينة الآن صرنا نضيف المادة هاي أوكي والتيتانيوم والألومنيوم هي هم موجودين بيظلوا موجودين وصير يكبر عندي الكاتاليست بعدين بس يصير عندي التيرمينيشن لاحظوا الكاتاليست ليس جزء من تركيبة البوليمر النهائي لا في تيتانيوم ولا ألومنيوم هي تظل لحاله رجع بفك ويرجع بيفصل بالخطوة التيرمينيشن وبالتالي موضوع إنه تسميته بكاتاليست is very well observed. هلأ with diolefins such as butadiene and isoprene both cis and trans can be obtained باستخدام الكاتاليست هاي. هلأ variations in transition halide and or ratio of alkyl to halide give different structures. مثلا هذول الكاتاليست تعونا اوكي هاي التيتانيوم تتراكلورايد والالومنيوم الار ريبريزنتس شو بسموها الالكيل جروب تاعتنا هلا اذا كان التيتانيوم الومنيوم تو تيتانيوم ريشيو اكبر من واحد في الكاتاليست بيعطيني سيس بولي ايزوبرين لاحظوا هون بولي ايزوبرين بولي ايزوبرين اذا كان الالومنيوم اكبر من التيتانيوم يعطيني 96% سيس والعكس إذا كان الألومنيوم أقل من التيتانيوم الريشو أقل من 1 بيعطيني 95% ترانس يعني مجرد ما أنا غيرت الريشو للكاتاليست ألومنيوم تو تيتانيوم استطعت إني أتحكم بشكل مش النوع الشكل تاعه هو اثنين بولي ايزوبرين بس واحد أعطاني سيس والثاني أعطاني ترانس وبناء على هذا الحكي البروبرتيز بتتغير أوكي A second generation هون بس في تطور للموضوع بس عشان نشوف التطور الزمني لهم كيف صار. Second generation was developed in the 1970s. It was found that other extraction of the brown precipitate to remove the aluminum trichloride followed by heat treatment على هاي الحرارة in the presence of excess titanium tetrachloride gave a catalyst with smaller, more active crystallites. Third generation بالثمانينيات القرن الماضي magnesium chloride was used as a support for the catalyst. بس أنا لأنه عندنا شغل بالأبحاث بهذه المواضيع بحب أخوض فيها شوية زيادة. Support for the catalyst. الكاتاليست اللي هو الميتال أوكسيد أو الميتال هالوجين whatever. الكاتاليست هو active material. عشان يشتغل كويس بدك تركبه على بارتيكل ويكون البارتيكل له سيرفيس اريا عالي يجلس عليها الكاتاليست فالكاتاليست بصير زي كأنه كوتينج على البارتيكل فكل ما البارتيكل هذا كان سيرفيس اريا اعلى كل ما الكاتاليست اخذ مساحه اكبر عليه اوكي وبالتالي صارت الاكتيفيتي تاعته تزيد لانه صار عندي مور نمبر اوف اكتيف سايتس بيزيد الشغل على السبورت يعني زاد في الفترات الأخيرة how to get
a support for the catalyst. الكاتاليست عبارة عن مادي والسبورت مادي أخرى. السبورت عادة ما بدخل بالتفاعل، الكاتاليست بدخل في التفاعل، بس إيش بنرد نستعيده مرة ثانية. هلأ over 400 patents براءة اختراع on catalyst preparation were granted في العقد ما قبل ال 85، يعني بين 75 و 85. It was then difficult to identify يعني one optimal process، كون المتنافسين اكثر. اوكي، فاللي بيقرأوا في الباتنس بضيعوا من كثر ما في باتنس طلعت بالفتره هذيك. هلا the three generations can be characterized by اللي هو موضوع الفراكشن اوف ايزوتاكتيك ذات، بغض النظر شو اسم المادي، اللي هو النظام اللي عم بنتج معنا، والبرودكتيفيتي. اوكي، فمثلا البدايات كانت البرودكتيفيتي مثلا 15 كيلو جرام بولي بروبيلين لكل جرام تيتانيوم، فيما بعد 1500 كيلو جرام من البروبيلين لكل جرام تيتانيوم، يعني 100 ضعف زادت البرودكتيفيتي لما استخدموا الجينريشنز الاحدث من الكاتاليست اند ذير اون اند ذير سبورتس. الميتالوسين كاتاليست، بس هالصفحه هاي الباقي بديش احكي عنه. Although they have been described as a type of Ziegler-Natta catalyst, يعني ما بخرجوا عن نفس النظام تاعهم. The metallocenes have given rise to polyolefins of novel properties as to permit a separate category. فالمهم metallocene is defined as هاي الاسم تاعه cyclopentadienyl derivative of a transition metal. Transition metal زي مثلا الألمنيوم، الكروميوم، التانجستين، هذول كلهم يعتبر من ترانزيشن ميتالز ويستخدموا بكثرة في الكاتاليسيس. supported chromium catalyst metal oxides have been used to give linear polyolefins. شو الميتال اوكسايد؟ اتذكر هذول عبارة عن كاتاليسيس. metal oxides are catalysts have been used to give linear polyolefins. البوليولفينز زي البوليإيثيلين مثلا. Although they have not been used for isotactic structures. هلا النيكل والكوبالت والكروميوم او كروميك والفناديوم اوكسايد هذول كلهم ترى ترانزيشن ميتالز. اوكي، supported on silica alumina have been found effective for ethylene and alpha olefin copolymers at low temperatures. هاي التفاصيل يعني ما بيهمني التفاصيل بقدر ما انه نصير نعرف إنه في كاتاليست تستخدم. الكاتاليست بده سبورت عشان يحمل الكاتاليست عليه. السبورت لازم يكون له سيرفيس اريا عالي ويكون انيرت، ومن هون بتيجي السيليكا. بنعرف احنا انه السيليكا اللي هي SiO2. اوكي، الالومنا اللي هي Al2O3. هذول يعتبروا انيرت ماتيريالز. هلا في طرق لتصنيعهم بحيث انه يكونوا لهم سيرفيس اريا عاليه، ومرات بيكونوا مدموجين ببعض. على السيرفيس اريا العاليه بنيجي بنعمل ديبوزيشن اوف نيكل اوكسايد مثلا، او كوبالت اوكسايد، او كروميك اوكسايد، او فانيديوم اوكسايد. اوكي، وفي اشياء ثانيه غير الاوكسايدز، بس الحديث هون عن الاوكسايدز. ديبوزيت على البارتيكلز تاعت الكاتاليست، والان بصير عندك اكتف كاتاليست جاهز انك تستخدمه في تفاعلات البلمره اللي بتتحكم لك بالشكل. Okay. The preparation of the silica support is critical since each catalyst particle creates a polymer particle much larger than itself. كيف يعني؟ هذا الكاتاليست بارتيكل. Okay. إجا بوليمر وبلش يكبر. شوية صغيرة، شو بصير بالكاتاليست بارتيكل؟ Okay. بصير البوليمر مغطي عليه. وحجمه كبير، فالكاتاليست بارتيكل بينحبس جوا البوليمر. It is vital that the support fragment as polymerization يعني fragment as the polymerization proceeds so that access to active sites can continue. هذا الكاتاليست بارتيكل البوليمر يعني اجى على نقطة معينة فيه وبلش يكبر ولف حواليه. طب ما هو الكاتاليست لسه في عنده سايتس أخرى غير مستخدمة لسه، بس البوليمر لما اجى احاط به حجمه البوليمر كبير، صار المير اللي بده يفوت لجوا عشان يجي على اكتيف سايت على الكاتاليست عشان يتفاعل يبدا ينمو
بسكر يعني بتسكر عليه. فبيجي الكاتاليست هذا يعني شطاره بالمصنع انه بينكسر فراجمنت السبورت اللي بيصير له فراجمنتيشن. فالبارتيكل اللي كان بارتيكل واحد بلش البوليمر يكبر على حواليه بروح بيكسر حاله بالنص مثلا بصفي هاي 1 واحد وهاي واحد ثاني مفصول عنه وهذا البوليمر عم بيكبر صار عليه وهذا عم البوليمر عم بيكبر صار عليه بروح هذا بروح بيكسر مره ثاني اوكي هاي الفراجمنتيشن اوكي. سيرفيس اريز كان رينج من 50 ل 1000 متر مربع لكل جرام. This is very يعني كل جرام من المادة لو فرشناها على الأرض بتغطي لي دنم أرض كسيرفيس إيريا. And pore volumes can range من 0.4 إلى 3 سنتيمتر مكعب لكل جرام. هلا في فرق بين سيرفيس إيريا وبين البور فوليوم. سيرفيس إيريا هاي 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 بارتيكل مثلا in two dimensions سيرفيس إيريا اللي أمامنا اوكي هاي السيرفيس اريا اللي امامنا. هلا نفس الوزن تاعه نفس الوزن تاعه اذا عملناه بشكل سفير السيرفيس اريا تاعته بتصير اقل. هلا نيجي للبور فوليومز اوكي هذا كاتاليست بارتيكل اوكي وهذا البور عليه. البور عباره عن فتحه وبتفوت لجوه. هذا مثلا هون في عندي بور ثاني مثلا اوكي وبسكر في مكان ما. مرات بكون نافذ للجهة الثانية حتى. أوكي بصير زي قنوات. هلا لما بيجي المير بده يتفاعل ممكن يتفاعل على السيرفيس الخارجية هون مثلا. وممكن يفوت جوا البور ويلاقي له أكتيف سايت وليكن ها هنا مثلا ويتفاعل هون. هلا قديش حجم البورز هاي بيأثر على التفاعلات. اوكي البور سايز والبور فوليوم. البور سايز غير البور فوليوم. البور سايز اللي هو القطر تاعه والبور فوليوم اللي هو الحجم. قد يكون الحجم كبير بس الفتحه تاعته صغيره وبالتالي بصير المير بفوت البوليمر لما بيكبر هون جوا بيقدرش يطلع يفك ويطلع فبروح بيقفل لنا الموضوع. اذا البور اذا البور سايز صغير جدا المير او المونومر يمكن ما يقدر يفوت خاصه اذا كان حجمه كبير في عليه رينج مثلا. فلاحظوا في يعني في اشياء فيزيكال اذا يعني وان كان هو الحديث هون عن اشياء صغيره جدا بالحجم بس اذا بتتخيلها بحجمها الكبير يعني انه كل شيء كبير you can imagine how things will go على الحجوم الصغيره. مثلا افرض انه في عندنا باب فتحته 30 سنتيمتر عرض الباب 30 سنتيمتر أو عشان نبالغ شوية صغيرة عرض الباب 15 سنتيمتر بيجوا أقول وين شو هذا هو في باب 15 سنتيمتر في فتحة 15 سنتيمتر. هلا ولد صغير بفوت منها بس زلمي ما بفوت منها فالولد الصغير بفوت جوا بصير يلعب يعني وراء الفتحة في حجم كبير بس عشان يفوت ويلعب لازم يعني يمشي من خلال الفتحة من خلال الباب. فإذا الباب صغير الموليكولز الصغيرة هي اللي بتفوت موليكولز كبيرة بتفوتش. هلا بس يفوت لجوا بس يكبر جوا عم بتصير في تفاعل يكبر الحجم تاع المير بصير عندنا بوليمر بيقدرش يطلع من الباب لأنه الباب فتحته صغيرة. فإذا لاحظوا imagining تخيل الشكل الفيزيائي للبارتيكلز والسبورت وحجوم الحجم المونومر حجم البوليمر له علاقة كبيرة في أنت كيف تفاعلاتنا بدها تمشي. Active catalyst fracture readily to particles 7 إلى 10 micrometer range within the first few minutes of polymerization. هاي fracture يعني بكسر أوكي وبالتالي بضل نشيط لأنه ما بيسكر على حاله. هلا since as much as 5000 grams of polymer can grow on a 1 gram of catalyst, it is obvious that the original surface would become inaccessible to incoming monomer okay after a short time if it were not for the fragmentation that disperses the catalyst throughout the polymer particle. هذا حكينا عنه لازم يكسر اذا ما تكسر
ما حنوصل للحجوم هاي اللي هي 5000 جرام بوليمر لكل 1 جرام كاتاليست. هلا many patents, patents يعني براءات اختراع, have specified the addition of titanium, zirconium, aluminum, boron or fluorides in order to enhance the metal oxide activity. اللي interested بإمكانه يروح يبحبش في الباتنت هاي. Whether incorporated on the surface or in the bulk of the support, titanium in particular can affect the molecular weight of the polyethylene made and also the productivity of the catalyst. لاحظ عندنا the productivity of the catalyst يعني قديش قديش بنتج لي بوليمر, والبوليمر قديش المولكيولار ويت تاعه, ممكن يكون هاي مولكيولار ويت لو مولكيولار ويت. فعندي هذه صفه وهاي كميه, هاي صفه البوليمر وهي كميه البوليمر اللي بدها تنتج. لازم انا يعني يكون عندي قدره على التحكم بالثنتين. بحب ان البرودكتيفيتي تكون عاليه, ليس بالضروره انا بدي المولكيولار ويت يكون عالي, يكون حسب شو الابلكيشن اللي عندي. هلا الجروب ترانسفير بوليمرايزيشن تابع لنفس الموضوع اللي هو تاع الانسيرشن بوليمرايزيشن. It has been mentioned that the linear polymers of olefins, diolefins and styrene with narrow molecular weight distributions are possible when anionic living polymer systems are used. هلا anionic methods have only recently been successful with acrylic monomers. هلا الجروب ترانسفير بوليمرايزيشن is a method for producing linear living polymer systems for acrylates and methacrylates using organosilicon initiators. الفكرة هون إنه يعني في كثير من الأحيان تفاعلات بلمرة بتزبط على 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 مونومرز من نوع, بتزبطش على مونومرز من نوع ثاني, فبالتالي بتدخل في ميكانيزم مختلف وبالتالي طريقة في التصنيع بتصير مختلفة. The mechanism appears to be an anion catalyzed polymerization with the initiator consisting of a ketene cell acetal. طيب. Step growth polymerization اللي هو من ناحية عملية the second يعني important method of polymerization and the chain polymerization. هذول عبارة عن تفاصيل تفاصيل تفاصيل. هذا ميجور وهذا الميجور الثاني, يعني هذولا تقريبا شبيهات بالتشين بوليمرايزيشن, اما الستيب جروث لا مختلف. الستيب جروث بوليمرايزيشن is a process that is used for making many useful polymers. It is important to realize that in chain reactions, مش الستيب جروث, التشين reactions اللي هو initiation, propagation, termination type of reactions, the propagation to final molecular weight is very rapid. Okay. Hello. Conversion of the remaining monomer. Okay. In a styrene polymerization, for example, we might start a bulk polymerization. نتحدث عن هذول الميثودز, الاندستريال ميثودز of polymerization. واحد منهم وابسطها هي البلك polymerization. اللي يعني بيكون عندك رياكتور بتحط فيه المونومر والانيشياتور مع بعض وبتخبصهم وبتستنى فترة من الزمن بعدين بتطلع البوليمر. We might start a bulk polymerization with a peroxide and stop it after only 1% of the monomer is converted to polymer. Analysis would show that the mixture consisted of 99% of unreacted monomer and 1% of high molecular weight polymer. طبعا لأن احنا وقفنا التفاعل. هلا الواحد في المية هاي موليكيولار ويت بوليمر, لاحظوا هاي موليكيولار ويت يعني كأنه التشينز كبرت كثير, إن وإن كنا لسه بس 1% من المونومر اللي تفاعل, بس هذا الواحد في المية عمل لي تشينز طويلة وكبيرة الحجم. أوكي, كيف طويلة وكبيرة الحجم؟ لأنه بنعرف من الموليكيولار ويت. أوكي, وبالتالي هذا النوع conversion of the remaining monomer to polymer would not affect the already formed material, which is dead polymers. Okay. هلا we cannot ordinarily make a low molecular weight polymer by addition, polymerization or chain polymerization. شفناها قبل شوية صغيرة. And then increase its molecular weight by more of the same reaction. لأنه الchain صارت dead,
غير قابل للتفاعل. هلا في المقابل الستيب جروث بوليمرايزيشن انفولفز ذا سلو بيلد اب اوف بوليمر تشينز، يعني البروباجيشن از سلو. اوكي the principle of equal reactivity regards the molecular weight as a fundamental to step polymerization. No high molecular weight polymer is formed until virtually all the monomer is consumed. This is a major point of difference between chain and stepwise polymerization. خلينا okay. هذا مثال على step growth اللي هو ال كوندنسيشن. طيب هذا شو المادة عندنا؟ هذا كربوكسيليك أسيد. أوكي نذكر أنا بحب الإكزامبل تاع النايلون 66. الاستريفيكيشن إن ويتش ووتر إز إليمينيتد. هلا ستيب الستيب جروث بوليمرايزيشن مرات بيسموهم كوندنسيشن بوليمرايزيشن. ليش بيسموهم كوندنسيشن؟ هذا الآن ال هذا المير تاعنا، هذا المير لما بتفاعل هذه الاتش بتطير، اوكي، وهاي الاو اتش بتطير، اوكي، وبتشبك. لاحظوا هون هذا صار له تيرمينيشن، هاي الاتش وهاي الاو اتش اللي عملوا التيرمينيشن، بس قبل ما هذول يشبكوا في النص ان بتوين، لاحظوا عندي السي اتش 2 هون، هاي السي اتش 2، يعني هاي الاو اتش اختفت من النص والاتش هاي اختفت من هون. اوكي هلا في التيرمينيشن لما عفوا لما بيصير البوليمر بسكر حاله، هاي الاتش بدها تشبك مره ثانيه، او اتش من مصدر اخر تشبك، بس بكون عندي اتش 2 او طلع من السيستم وعددهم ان بعدد الميرز هذولا، بعدد الميرز هذولا اذا كان ان زائد واحد بيطلع عندي ان من ال H2O. يعني كل ما مير بده يركب على المير الثاني بده يخسر H2O، كل ما يجي كمان مير ثاني يركب على المير اللي عندنا برضه بده يخسر كمان H2O. اخر مير ما بيخسر، فبالتالي لانه هذول اللي بدهم يسكروا على السيستم، فبالتالي بيطلع عندي لو موليكولار ويت كيميكال وزائد البوليمر تاعنا. هذا من هو واحد فيهم هذا. هاي أمثلة على step growth polymerization systems. لاحظوا السيستم هذا اللي عم بعلم عليه الآن أنتج لي H2O، هذا تفاعل غير هذا على فكرة، هذا أنتج لي ميثانول. أوكي أوكي الثانيات اللي تحت ما فيش مش مبين انه بينتجوا شيء، بس مش مشكلة. الفكرة انه كثير منهم بينتج low molecular weight as a side product. هون عندي هذا مثلا انتج HCl. هلا of the six common plastics that are currently being recycled only one اللي هو PET أو الـ PETE اللي هو البوليإثيلين تيرفثاليت is a polyester made formed by step growth. الباقي chain polymerization. منهم الستة اللي هم البوليستيرين، الـ PVC، البوليفينيل كلورايد، البوليبروبيلين، high density polyethylene، low density polyethylene، والنايلون 66 والـ PETE والـ PET. طيب خلينا نقفز عنهم. هذا الحكي بدي أقول عنه باقي أقل من دقيقة حتى أوصل لها. طيب إحنا تقريبا للشابتر هذا ظل في إشي كثير، ظل عندنا موضوع الرينج أوبنينج والتشين كوبوليمرايزيشن والبيوسينثيسيس، هذول بخليكم تقرأوهم في الكتاب. أوكي let's open a new session لأنه باقي أقل من دقيقة. سلام عليكم. يعني سكر وافتح.